انتبهوا، الحنانة ترسم وتهشم حدود اللعبة مع تشرين والكاظمي. أخطأ، أصاب، تقلب، تناقضت مواقفه. هذا هو التيار الصدري، اللي يعجبه يعجبه والما يعجبه خل ما يعجبه، المهم انه تيار جماهيري بقصقوصه صغيره يوقف البلد على تك رجل. ليش اليوم ملتفتين للتيار؟ ملتفتين له لأنه يمر بمرحلة تغيير بمواقفه، ممكن تأثر بكامل المعادلة السياسية. وأهم علامات هذا التغيير هي إعلان التيار عن سعيه لرئاسة الوزراء أولاً، نزوله للشارع ودخوله بصدام مباشر مع محتجي الحبوبي ثانياً، والثالثة فك ارتباطه بجبهة مصطفى الكاظمي رغم وجود علامات على عملية تخادم تكتيكي بين الطرفين، على الأقل فيما يخص موقفهم من محتجي تشرين. شلون نفسر هذا التغيير؟ هناك قراءات عديدة، أبرزها أنه التيار حركي وما عنده استراتيجية ثابتة، ممكن اليوم ياخذ موقف بعد ساعات يناقضه وياخذ موقف آخر. بس هاي قراءة شعبية سهلة، أكو بظلالها قراءات معقدة. إليكم قراءتين مبنيات على معلومات مو بس تحليلات. القراءة الأولى تقول إنه تشرين بدت بدون التيار، بما أن التيار ما غاب عن كل الاحتجاجات لذلك التحق بيها وانطاها زخم هائل حماها وأمسك خطوط إمدادها. مرور الأشهر تشرين كبرت وبدت تهدد النظام السياسي. ناد دخلت قوى مؤثرة، قوى مؤثرة لإيقاف الطوفان، وأقنعت السيد الصدر بسحب إيده. المقصود إيران والقوى الشيعية عدا المرجعية. هاي القوى أقنعت الصدر ينسحب وقالوا له النظام راح ينهار وكلنا ننهار وياه. انسحب وخلي نشوف من ذولا وشنو حجمهم. هاي قراءة أولى. قراءة ثانية تقول غير شيء. تقول أن انسحاب التيار كان قرار داخلي سبب المعلومات اللي جاءت للسيد الصدر حول كواليس انتشارنا. أتباعه قالوا له أن الولد فوضويين ومشتتين وبعضهم مشبوهين والارتباط بيهم ضرر أكبر من نفعه، لهذا صدر الأمر بالانسحاب. هسه بغض النظر التيار انسحب، لكن شباب تشرين استمروا، صحيح ضعفوا بس تواصلوا وصاروا رقم بالمعادلة. قوى سياسية قام تحسب لهم حساب. هذا الشيء أزعج السيد كثيرا، لذلك وصفهم بالجواكر، وبنفس الوقت أعلن عن اتجاهه لرئاسة الوزراء. طبعاً المقصود مو رئاسة الوزراء حرفياً، قدر ما هناك إيحاء أنه لازم يكون المنصب بختمه وصناعته، لكأنه يريد يقول للقوى السياسية لا تخدعنكم الخيام، فالوتد عندي والمفتاح بالحنانة. هسه سيد الكاظم، ليش الصدر فكر ارتباطه بي؟ وهاي سهلة، كل ما هناك أن الصدر عرف حظوظ الكاظمي بتجديد الولاية معدومة، كل المعطيات همست له بهالشي، قلت له القوى السياسية ما عندها ثقة بالرجل، للحشديين
ولا إيران فرصة ضئيلة ما شفع على تحاشي الصدام مع المباشر مع الحشد ولا شفعت لجدولة الانسحاب الأمريكي. سيد الصدر عرف هالشي وعلى أساسه جاي يتعامل. اي نعم أخطأ أصاب تقلب بمواقفة تناقض ما يهم، المهم إنه التيار فاعل ومنفعل يقرأ الأحداث ويكتبها. قد يكون خط شعبي وغير واضح، بس شنو المشكلة؟ خط شعبي كوفي فارسي، المهم ينقري، وهذا هو التيار الصدري.